سؤالي إلى صحوة، الأثر السياسي على صلاة الجماعة وأحكامها هل درست أو هل عندك دراسة عنها؟ لأنني أجد أن الجميع يسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلزم الناس ويقفل محلات البائعين وكذا في وجوب الحضور إلى صلاة الجماعة، فهل عندك دراسة في الأثر السياسي في تعظيم مثلا بعض مظاهر الدين لإثبات الشرعية لرؤية المعارضين في المسجد أمامهم؟ يحتاج كل والي أن يرى، وأن من تخلف فهو منافق ويجوز قتله وما أشبه ذلك. عندي بعض الأشياء من هذا، لكن لعل الدكتور عدنان يبين مدى هو أعمق في قراءة فلسفة السياسة، فلسفة السلطة في تعظيم بعض الشعائر وتهوين بعضها، وترتيب الدين ترتيبا خاصا، ليس ترتيب الله عز وجل ولا ترتيب رسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مجددا دكتور. مداخلة الشيخ حسن فرحان المالكي، تحدث عن الأثر السياسي لصلاة الجماعة، وأنه هل فعلا من صلاحيات الحاكم إجبار الناس على الصلاة في وقت معين؟ أشكر فضيلة الشيخ حسن فرحان بارك الله فيه على هذه المداخلة الجميلة والتي لفت فيها إلى أمر يعني بلا شك هناك في كتبنا وأدبياتنا القديمة ما يشهد له. نعم. يعني أذكر أنا قرأت قبل بضع سنين للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في فتح الباري، وعنده شرح على فكرة لم يصلنا كاملا، اسمه فتح الباري، برضه يشرح فيه البخاري. نعم. على اسم كتاب ابن حجر، ابن رجب الحنبلي، ابن رجب طبعا. نعم. تلميذ ابن القيم الجوزية. نعم. يذكر فيه بعض الآثار، يعني أشياء حساسة جدا، أن من علماء التابعين وصلحاء التابعين من كان لا يود أن يذهب ويصلي، لأنه يرى منكرات عجيبة يأتي بها بعض الولاة وبعض عمال هؤلاء، وعدوانا عدوانا غير مبرر وظلما فاشيا، لكنه لم يكن يعني بوسعه إلا أن يأتي، لأنه لو لم يشهد الجماعة كان سيعاقب. الآن تعليق على كلام فضيلة الشيخ حسن بارك الله فيه ووفقه الله، أحب أن أضيف إضافة مهمة. نعم. أعتقد من خلال كلامي في الفقرة السابقة، نعم، أو فيما سبق، أن الأئمة اختلفوا بحيث أن الجمهور نعم ليسوا على وجوب الصلاة صلاة الجماعة على الأعيان ولا على الكفاية. الجمهور عفوا ليسوا على وجوبها على الأعيان، إما كفاية وإما سنة. هذا أيضا ملحظ مهم جدا يؤكد لنا أن العلماء لم يكونوا باستمرار ولا حتى في معظم الحالات يخضعون لإملاءات السلطة. يعني لو كان بوسع يعني سلطة مثلا بني أمية، نعم، أن تلزم العلماء وأن تخترع عليهم أشياء بحيث يصدروا عنها لفعلوا، أو لفعلت هي. نعم. لكنها لا تستطيع، هذا دين، لدينا كتاب وسنة وطرق. ولذلك أكيد يعني هذا الرأي مثلا لم يكن يسعد هؤلاء الذين يحبون أن يحضروا الناس في كل صلاة لكي يسمعوا خطاباتهم البلهاء طبعا، وفيها الظلم والعدوان على الناس وحقوقهم وحرياتهم. ولكن كما رأينا يعني الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي قالوا بهذا، وطالما أن المسألة خلافية لا يجوز إلزام الناس. لا قصدي أقول أن السياسة لم تستطع، لم تفلح، نعم، أن تملي على كبار المجتهدين أن يصدروا عن هواها، أنه أفهموا الناس أنها إيه مثلا طبعا هذا في صالح السياسة لكنها لا تستطيع. طب والأمثلة كثيرة على فكرة. نعم. على إباء العلماء أن يخضعوا دائما لهواء السلطان كثيرة في فقهنا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن نحن الآن كيف نوظف هذا التسامح الفقهي على واقعنا المعاصر في موضوع الصلاة بالذات؟ والله أعتقد يا دكتور يعني إذا عدنا إلى كتب الحسبة، نعم، سوف نرى للأسف مثل كتاب ابن الأخوة مثلا، نعم، وغيره، سوف نرى أنهم أو أن بعض من كتب في الحسبة كان يصرح بأن للمحتسب أن يسوق الناس إلى إيه؟ جماعة المسجد يعني. هذا في أي قرن الكتاب؟ نعم، وأن يلزمهم، هذا في القرون السابع والثامن والتاسع. نعم، يعني بدأ من هالمرحلة ممكن في هذه المرحلة مكتوب هذا، أن المحتسب له أن يفعل هذا وأن يؤدب أو يسطو بمن يثبت عنده أنه تخلف عن الجماعة، وهذا شيء غريب. يعني احنا ذكرنا في مناسبات أخرى أنه لا يجوز الاحتساب والإنكار فضلا عن أن يسطو بالناس أو يعاقبهم أو يؤذي، نعم، يعني بعض أذى في أمور مختلف فيها
ليست يعني منكرا او ليست محرم او كذا بالاجماع او بالاتفاق، هذا شيء غريب. هذا هو السلطه ايضا، وهو مباشره السلطه على الناس ولو باسم الاحتساب. فاعتقد الان اذا اردنا ان نوظف هذا الخلاف بطريقه فعاله فنقول على الاقل علينا ان نجعل الناس في سعه من خلاف مذاهبهم ومتبوعيهم. إنسان يحب أن يصلي منفردا له ذلك، لا تملك عليه أكثر من النصيحة. إنسان يحب أن يصلي في جماعة في محله في بيته أيضا له ذلك، واحد آخر ثالث يأخذ بالأفضل يصلي في جماعة مسجد أيضا له ذلك، لا ينكر أحد على أحد ولا يثرب أحد على أحد. الآن قد يقول لك قائل ولكن من صلاحيات ولي الأمر، لأن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف، هكذا هي قاعدة معروفة يعني. يعني في هذه المسألة مثلا لو جاء ولي الأمر في المملكة وقال لا صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، تمام، تصبح واجبة على الأعيان ولا يجوز أن يعني ينتهك أمر ولي الأمر في هذه المسألة. فرفع الخلاف، رفع الخلاف. لكن على قدم سواء، على قدم وبالقوة ذاتها لولي الأمر أيضا يقول للمختصين والذين يعنتون الناس اتركوا الناس في ساعة من مذاهبهم، ليس لكم أن تلزموا الناس بما قضية اختلف لم يقع عليه الإجماع والاتفاق، انتهى. ونلتزم أيضا بقول ولي الأمر ويصبح الناس في ساعة، واضح؟ جميل. وطبعا ولي الأمر لا يفعل هذا أو هذا إلا مستندا على الأدلة، على شيء يضمن مصلحة والواقع الأمة. وفيه خدمة طبعا للناس ومصلحة وتخفيف للدولة عليها. طبعا أكيد. طيب. هذا الآن تسمح لنا يا دكتور فاصل ثم نعود.